الله الرحمن الرحيم. من منطقة الأحساء بعد استعمال خلطة ولد الشرقية. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا جوز روز ما شاء الله، تحت 3 دروس ما شاء الله تبارك الله. الجوز الثاني بسم الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. ورثنا الجوز الثالث بعد استعمال خلطة ولد الشرقية. بسم الله ما شاء الله، نتاج ما شاء الله. أوريكم اللي تحتهم البيض. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله، هذه بعد استعمال خلطة ولد الشرقية. هذه قطعة البيضة. بسم الله. وهذا الجزء اللي بعده، هذا نزل أول بيضة ما شاء الله تبارك الله. وهذا بعد الثاني، الجزء الثاني، وهذا نزل أول بيضة بعد.